السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد 24/9/2023. اليوم بصلح بامية بالدجاج شبه الفخار. أحتاج بامية، دجاج، طحين، فلفل بارد، ثوم، طماط، بصل، بطاطا. نزلت الطحين مو بالتدريج، رشة ملح، كم قطرة زيت، وعجن. سكر عليه تفتاح لمدة 10 دقائق. أنزل أول شيء البصل، بعد البصل الثوم، بعد الثوم فلفل بارد، بعد الفلفل طماط. ننزل العجين، صف الدجاج منزوع الجلد، ها لازم تشيل الجلد، واخر شيء الباميه والتوابل، فلفل اسود وبهارات مشكله وماجي وملح فقط. وسكر عليه العجين بهالطريقه وعلى الفحم، ونشغل عليه بس تحت. ضروري البطاطس تحطونه، نسيته انا الحين بفتحه وبرجع مره ثانيه. عندي رز منقوع، نزل على الماي ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وال محمد. بس اللي تحت ولع عليه، لا تولع على فوق، اللي تحت بس. الرز 80%، الاستواء 80% الرز. بسم الله تبارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أزين الصحن وارجع. بسم الله، بسم الله ما شاء الله. بسم الله وما شاء الله وعلى بركة الله. وهذا البامية صار جاهز. بسم الله وما شاء الله، وهذا النهاية، وهذا شكل النهاية، بامية بالفخار.